سامسونج جالاكسي A53 5G، نعملو له الانبوكسينج واخترنا اللون بيتش، بالفرنسي بيش يعني لون الخوخ، واللون هذا ماناش مستانسين نشوفوه في السمارت فون، وحسب رأيي اللون نسائي أكثر. نبداو في الانبوكسينج. بالنسبه للي فيرسيون اللي جاوا لتونس هما دو فيرسيون، 8 جيجا دو رام 128 جيجا ستوكاج، والا 8 جيجا دو رام 256 جيجا ستوكاج. فوالا دونك شوفوا مع بعضنا التليفون، هذا هو الديزاين واللون نتاعو مزيانين. من تالي نلقاو مستطيل فيه 4 كاميرا وفلاش. دي 4 كاميرا اللي هما الكاميرا الفوقانيه بالكل اللي هي 12 ميجا بكسل ومختصه في تصوير الصور زاويه عريضه جدا، وتحتها نلقاو الكاميرا الأساسية 64 ميجا بيكسل، والكاميرا اللوتانية بالكل اللي هي الديبث كاميرا المختصة في تصوير الفوتو بورتري واللي هي 5 ميجا بيكسل، كيفها كيما الكاميرا ماكرو واللي هي مختصة في تصوير الأشياء عن قرب. أما بالنسبة إلى الكاميرا الأمامية فهي 32 ميجا بيكسل. كما يمكن تسجيل فيديو 4K 4K بالكاميرا الخلفية أو الأمامية. بالنسبة إلى تصميم الهاتف، الخلفية غير لامعة، الإطار لامع، نجد من الأسفل منفذ الشحن تايب سي وهو نفسه منفذ السماعات، ثم نجد مكبر الصوت، الهاتف يدعم ستيريو والدولبي أتموس، كما نجد الميكروفون ومدخل الشريحة وبطاقة الذاكرة الميموري كارد، ونجد على يمين الهاتف أزرار رفع الصوت وخفض الصوت وزر تشغيل وإيقاف الهاتف. كما نجد من الأعلى ميكروفون ثان لتحسين الصوت عند المكالمات. كما نلاحظ الأزرار كلها على اليمين لتسهيل استعمال الهاتف بيد واحدة. نشغل الهاتف ثم نستعرض بقية محتويات العلبة. العلبة الكبيرة تحتوي على علبة صغيرة فيها دبوس الشريحة وكابل شحن من نوع تايب سي من الجهتين كما سنشاهد الآن، وكتيب للتعليمات. هذه هي محتويات الصندوق الصغير. الآن سأقوم بتسريع الفيديو حتى لا أطيل عليكم مراحل تشغيل الهاتف أول مرة. الهاتف يأتينا بشاشة 6.5 إنش سوبر أموليد بتردد 120 هرتز وطبقة حماية غوريلا جلاس 5. بالنسبة للمعالج فهو إكزينوس 1280 بمعيارية 5 نانومتر وبتردد 2.4 جيجا هرتز. الهاتف يمكننا من وضع شريحتين أو شريحة اتصال وبطاقة ذاكرة كما سنشاهد الآن. توضع الشريحة الأولى في ظهر الشريحة الثانية كما تشاهدون، هذا مكان الشريحة الأولى، ومن الخلف كما تشاهدون مكان الشريحة الثانية أو بطاقة الذاكرة. نكمل مراحل تشغيل الهاتف. إذن فتح الهاتف، نذهب إلى الإعدادات ثم بطارية والعناية بالجهاز، وكما تشاهدون هذه نسخة 8 جيجا رام و256 جيجا تخزين. بالنسبة إلى نسخة الأندرويد فهو الإصدار الأخير أندرويد 12 وواجهة ون يوي من سامسونج 4.1. كما أن الهاتف يحتوي على بطارية عملاقة 5000 مليون أمبير، والهاتف يدعم الشحن 25 واط. الهاتف مقاوم للماء والغبار IP67 ويحتوي على بصمة تحت الشاشة ويدعم الجيل الخامس.